ورجعنا لكم طبعا في الفقرة الثانية، وانضم إلي اللاعب طبعا لاعب نادي وادي دجلة السابق اللاعب محمد أركو. أهلا وسهلا كابتن محمد، اهلا بيك كابتن منورنا احمد، كابتن شرفت اني مع حضرتك والله، حبيبي كابتن شخصيتك محمد المحترم محترمة جدا. طبعا، ومعايا اللاعب البرعم الجيد اللاعب علي منتصر البحري لاعب نادي غزل المحلة بمدينة المحلة الكبرى. أهلا وسهلا معلم، عامل ايه يا علي؟ الحمد لله. ايه اخبار، تمام؟ سعيد ولا امتى ايه؟ لا طيب اخبارك ايه؟ الحمد قول لي لله. كده علي كده، انت يعني مواليد 2007. تمام. كابتن محمد، بالنسبه للاكاديميه او اكاديميه الامل اللي موجوده في صفة تراب بمحافظه الغربيه وبالاخص بمدينه المحله الكبرى، تمام، قول لي بقى اهم دور او هدف هذه الاكاديميه. اقول لحضرتك يا كابتن، انا عامل الاكاديميه ديت معايا كابتن هيثم العيسى، ومدرب محترم، مدرب جيد، مدرب ممتاز كابتن هيثم العيسى. ومع واخدين مارك يعني ملعب جيد، تمام، الحاج علي البحر شخصيه محترمه جدا، تمام، الاستاذ منتصر، ويعني ايه موفرين كل الامكانيات يا طب كابتن، كويس كويس، الاطفال الصغيرين هم يعني ما بيحتاجوش مننا ايجار ملعب ولا اي حاجه. تمام، يعني طبعا ده هدف سامي طبعا للناشئين والبراعم. طبعا هدف يا جيد وجميل. ايوه، وطبعا يا كابتن تعلم الاول معانا جميع الاعمار يا كابتن تمام، والمواليد، تعلم اللعيب الصغير ازاي اساسيات كره القدم. تمام كويس. طب المدربين مؤهلين طبعا جدا يا كابتن. دي اهم حاجه. تمام طبعا. تمام، بيبقى كده في اسس وفي نظام أيوة وفي تعلم، يبقى في نتيجه ايجابيه. تمام يا كابتن. تمام. وبعدين مش جايين على الولد قوي يعني زي ما بنشوف اكاديميات. تمام، كتير حاجات رمزيه برضه. حاجات رمزيه. طب كويس، دي برضه ميزه كويسه. وفي نفس الوقت يا كابتن نفسي يعني ايه نعمل قريتنا حاجه صفة تراب، طبعا بلدي طبعا اللي بتشرف بيها. تمام، لا قريه محترمه. طبعا تمام، صفة تراب. وبعدين اكبر قريه على المستوى الغربي يعني. كمان طبعا عايز يعني وفيها رموز كتير يعني. تمام، هنذكر هذه الرموز وابرز اللاعبين. علي، انت طبعا مواليد 2007، مركزك ايه بقى في الملعب؟ هاف ليفت. هاف ليفت، قول لي بقى بدايتك انت طبعا، بدايتك في غزل المحله، تم انتقائك، مين اللي اختارك اللي انت تلعب؟ اختارني كنت انا، كان في مدرس كوره كان عامل لنا اكاديميه، كان عامل لنا دوره. مدرب ولا مدرس تربيه رياضيه؟ مدرس. مدرس تربيه رياضيه، تمام. مدرس عربي. مدرس عربي. طب كويس والله. هو اللي اختارني. تمام. وبابا هو اللي كلم بقى كابتن نادر. تمام. وداني الكابتن وودوني غزل المحله. غزل المحله. انت طبعا متصور مع الكابتن عمر عبد الله والكابتن خالد امين. من اول بتاع الكابتن عمر عبد الله هو اللي خدني. تمام، هو اللي اختارك. اختارك. هو اللي اختار، لان كابتن عمر من الناس الكويسه. نعم. كابتن محمد، بالنسبه لابرز اللاعبين هذه الاكاديميه، ابرز اللاعبين كابتن، كابتن علي طبعا. تمام. كابتن الاكاديميه. لا اصل ادم تم انتقاؤه من الكابتن عبد الله عمر والكابتن خالد عيد، يبقى لعيب جيد ما شاء الله. يعني مش حته كلام بصراحه، ده لعيب يعني شفت مثلا ممكن تقول امام محمدين، لا هيبقى اعلى من امام محمدين. يا مساء الحال يا رب. طيب يعني في لاعبين اخرين بالنسبه في الاكاديميه؟ طبعا يا كابتن في لاعبين جيدين جدا ان شاء الله، يعني بحاول اسوقهم ان شاء الله. طيب ابرزهم اسماء برضو ياخدوا حقهم في يعني البرنامج. في عبد الرحمن هيثم. تمام. لاعب كويس. في محمد خفاجي. تمام. ده لاعب كويس برضو. في احمد مسلم. في عبد مراد لعيب كويس. طب يعني كويس والله، يعني في لعيبه كويسه ممتازه برضه جدا يا كابتن. تمام كابتن محمد. وجيل عالي وفي اجيال ثانيه. تمام. وطبعا البراعم دول لسه يعني اللعيبه دي كانت لسه يا كابتن كانت متاسسه معايا من صغرها. تمام. دلوقتي يعني بسم الله ما شاء الله يتاهلوا ان هم يلعبوا في اي نادي. طيب قول لي علي كده، بالنسبه اللي تم اختيارك بنادي غزل المحله، لعبت في نادي قبل كده ولا كان اول خطوه؟ أول نادي. اول نادي لعبت فيه وسجلت كان نادي غزل المحله. طيب انت كده عايز بقى في الفتره المقبله دي تطلعاتك ايه بقى في الفتره اللي جايه؟ عايز تبقى طموحك لايه؟ عايز توصل لنادي ايه؟ النادي الاهلي. الاهلي؟ هي الحلقه بتاعتنا كلها اهلي ولا كابتن محمد؟ طيب طيب، ديت معانا صور الاكاديميه بتاعت نادي بتاعت اكاديميه الامل، مديرها الكابتن محمد الشرقاوي الشهير باركو. طبعا ملعب جيد ولاعيبه مميزين، دي حاجه جيده وحاجه كويسه حاجه ممتازه، وطبعا ربنا يكرمهم ويوفقهم الناس اللي بتتقي ربنا واللي شغالين في الاكاديميات. طبعا ده علي منتصر مع الكابتن عبد الله عمر اللي تم اختياره وانتقائه من شخصيه طبعا مدربنا الكبير طبعا، وليا الشرف انه مرن الكابتن عبد الله عمر في موسم 96 97 في غزل المحله. طبعا كابتن محمد أركو من المميزين والمدربين الواعدين، كابتننا الكبير طبعا الكابتن خالد عيد طبعا من الشخصيات القديرة في مدينة غزل المحلة وبالأخص في طبعا نادي غزل المحلة.
بالنسبه كابتن محمد، بالنسبه للاحترازات الوقائيه للاكاديميه، لان طبعا التباعد طبعا في تعليمات من وزاره الصحه وتعليمات وزاره الشباب وتعليمات الاتحاد المصري لكره القدم، هل فعلا في متابع هذه الخطوات وهذه الضوابط طبعاً والتعليمات؟ اكيد يا كابتن طبعا. تمام. طبعا بخلص تمرين كل لعيب يستلم شنطته وايه تمام يروح بيه طبعا ازاز الكل للاعب عشان يشرب، مفيش حد يشرب مكان التاني، مفيش اختلاط طبعا، مفيش اختلاط تمام، في تباعد في التدريب وفي الملاعب برضه، دي حاجه ميزه كويسه برضه عشان ايه برضه اولاد الناس طبعا امانه في رقبتنا ولازم نحافظوا عليهم بغض النظر عن اي شيء. اكيد. قول لي يا علي كده، انت كده الاهلي خلاص انتمائك للنادي الاهلي، اللاعب اللي انت بتحب لعبه في النادي الاهلي مين؟ الكابتن رمضان صبحي. الكابتن رمضان صبحي. طب وعالميا بقى؟ عالميا كابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح، يا رب كده نشوفه زي محمد صلاح كده نبذه وحاجه جيده كده، والكابتن محمد طبعا اركو من الشخصيات الجميله اللي طبعا افرزت بعض اللاعبين الجيدين في هذه الاكاديميه لانديه الدوري الممتاز. كابتن محمد، في ختام هذه الفقره بتحب توجه الشكر والعرفان لمين؟ والله يا كابتن لناس كتير طبعا، اهمهم اهم حاجه بلدي طبعا، تمام، كابتن تراب، وطبعا الحاج علي البحر الشخص المحترم والاستاذ منتصر، طبعا المدربين بقى كابتن هيثم ليس، وطبعا الراجل اللي معايا واخ ومدرب محترم وبيتقي ربنا طبعا، تمام، اللعيب ده اهم حاجه، وطبعا ولاد بلدي كلهم، يعني بتوجه شكر لكل ولاد بلدي. طبعًا. واحنا طبعا من خلال هذا البرنامج بنوجه لهم الشكر طبعا. الله يخليك. وانت عايز توجه بقى كلمه شكر لمين بقى يا علي؟ مين اللي واقف جنبك؟ مين اللي مساندك؟ عايز اوجه له كلمه شكر كده على الهوا كده. لبابا. لبابا، تمام، لان بابا طبعا بيراعيك وطبعا هو اللي بيوديني كل حاجه، بيشجعك. بيشجعني. تمام. طبعا احنا طبعا بالنسبه للفقره الثانيه طبعا عشان نضيق الوقت عشان معانا ضيوف، طبعا بنحب نشكر الكابتن محمد اركو، طبعا لاعب نادي وادي دجله السابق وصاحب مدير اكاديميه الامل بمدينة غزل المحل. شكرا جزيلا كابتن محمد، وشرفتنا في البرنامج في هذه الفقرة الجيدة. شرف لي يا كابتن أحمد، وأنا بشكر حضرتك وشخصيتك. حبيبي يا كابتن جدا، الله يخليك، ربنا يا رب يوفقك للأصل. حبيبي 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 كابتن محمد. بالنسبة يا علي طبعا شكرت بابا وزمايلك بقى، عايز أسماء كده إيه سريعا كده، أسماء أنت حبيبهم ولاعيبة زمايلك كده إيه ممتازين أو مميزين زيك. واحد اسمه محمد. تمام. محمد بس هو عارفه. تمام، لان في 30 محمد، محمد ايه؟ انا مش عارفه. طيب ماشي، لكن المفروض تبقى عارف طبعا، لان انتوا طبعا دوري برامج عشان الفتره المتوقفه الطويله ديت طبعا نسيت كل حاجه صح؟ والدراسه نسيتها برضه؟ ايه طيب. طبعا في ختام هذه الفقره الممتعه والشيقه بحب اشكر الكابتن محمد الشرقاوي الشهير باركو لاعب وادي دجله السابق، شكرا جزيلا للكابتن محمد. اشكرك يا كابتن. وبحب اشكر طبعا اللاعب البرعم الجيد اللاعب علي منتصر البحري ابن مدينه المحله الكبرى وبالاخص صفت تراب، شكرا حبيب قلبي. طيب هنطلع لفاصل ونعود نستقبل طبعا نجم التسويق الرياضي طبعا جاي جدا من الناس اللي هي كويسه والحمد لله رب العالمين الكابتن زيزو توفيق الضبع، هنستقبله طبعا بعد هذا الفاصل، وهو مدير تسويق شركه اي تي سبورت ومعه اللاعب احمد فرج لاعب نادي المصري الرياضي، هنطلع لفاصل ونستقبل ضيوفنا الكرام.